عارين ريناوي فتاة فلسطينية مقدسية لم تتجاوز 24 من عمرها، ولكنها استطاعت أن تشكل حالة استثنائية في الصحافة الفلسطينية خلال وقت قصير جداً. أنا بالبداية كانت هوايتي التصوير، اخترت أني أدرس صحافة وإعلام عشان أوصل لتصوير في معاني، في رسالة توصل المعاناة الفلسطينية، الحياة الفلسطينية بكل أشكالها. الشغلة اللي لافتة في الموضوع أنه عرين بتعرف كل البلد، أو البلد كلها بتعرفها كمان، يعني على جهتين، وموسوعة صور يعني.